قصد لحتى لقينا الصديس حوير نوانبير 2022 همصري الجماعة نتزنيت عيسى لسا الرئيس الجماعة عبد الله غازي لخط نفوس الرئيس الجماعة الفرنسية فيل نوفلا غارين اللي نختم نباريز لخط نفوس باش تشكرنا يدي اتفاقية التوأمة حقرات اتفاقيات التهداف اللي نتعاون على الخبرات التجارب ذكريات المسائل تجارب حماسكتين البيئة دما يهمان إفرخان أنت مزارات السنات دي القضية الرياضة الفن دما تكلو إرواسنا قال حال غصد نسيس الخطوفوس توقيع يزورن في إعلان النوايا اللي تسكر جامعة تيزنيت المدينه فيل نوف لاغارين الضاحيه الباريزيه الشركه اللي ناسس اللي راهي تاسس غير سنه المدونات تلقى غوم زوارو باش المؤسسات السنات دمعيوين تبادل الخبرات التعاون في المشاريع غير عدد القطاعات خاصه غير اللي همان البيئه غيلاد غير اللي همان الميدان الرقمي الميدان الاجتماعي الشباب والرياضه ولكن ماشي غير المؤسسات الجامعات السنات كذلك باش نسكرماني كي الديناميات يمد مازال اللي لاني نغل مدينه تزنيت المدينه فيل نوف هذا ميويس هذا معيوين نكراس غير العدد نتغاوسيوين الجمعيات الفاعلين الاقتصاديين الفاعلين المدنيين الشباب المراه باش هدفين يا الاطار ما تمعيوين ما سكرن تبادل الغرات تجارب الخبرات يقوى النوع التعاون المركزي يا نغريها ناس التنمويه اشكو راه يسكر يرفكي واتي يرفكي القيمه مضافه يا العدد الملفات يا العدد الميادين نرى كذلك ان الناس نختار المدينه نفيل نوفلا غارين اشكو اللي نقيد ديال العدد نمد المنطقه تزنيت غير المجلس الجامعه المدينه المجلس الكونسي مونسيبال المدينه اللي على 35 عضو اللي نقيد نسين كانتروان تزنيت سين غير المنتخبين جو سوي ناتيف دو تزنيت تزنيت حالولح غدا غريح كلو تيغرين وغدا تسكرح من بعد فتح فرنسا جوستومون باش كمل تيغرينو كمل تيغرينو واحد فرنسا الارزاق تيمان باش نغين قورح غساد يقاو يا واسم قر يا واسم قرنا يا غساد اولا يقا عيد المسيره نحتفل سعيد المسيره الضحيه هو اسم قرن علاش شكو التوأم اللي راه نسكر د فيناف لاكاين نخدم فلاس اسكواس هي اكزاكتومون لو مو دو نوفمبر لاني ديرنيغ اللي عندنا شكا ديال لا ديليغاسيون جوستومون دي لي زيلو ماروكان اون فرانس اللي عندنا شكا صغيد نساول باش نسكر التوأم غساد ايغا يا لو فروي جوستومون العملاد لو ترافاي لو غون ترافاي اشارني كي اي ليو افيك لي زيلو اي لي زيكيب فيلناف لي زيكيب تزنيت باش انسني غساد يت التوأمة الاتفاقية باش تكري التوأمة ان شاء الله باش اتخدمت لي دو فيل باش لي كومبيتونس لي دو فيل اتخدمت نكني نستافد نتني نستافد كل زتينين دونون غانيون غانيون رابح رابح يا C'est important parce que c'est un projet qui se concrétise. Et ça, c'était essentiel pour nous. C'est un projet qui est symbolique parce qu'à Villeneuve-la-Garenne, il y a une communauté marocaine très forte. Donc Villeneuve-la-Garenne, c'est dans le nord parisien. Et il y a une communauté de Tiznit très importante. On les a présentés, mais on a des élus de Villeneuve qui sont nés à Tiznit. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir échanger sur nos pratiques. Hein, on doit apprendre chacun dans nos pratiques et pour mettre en place nos projets. Et puis c'est une aventure humaine, c'est une aventure qui va durer sur le long terme et sur des thématiques comme la culture, le sport, le handicap, la santé, le numérique, le développement durable. On va
comparer nos pratiques, échanger sur nos pratiques et mettre ça en place. Il faut sortir des frontières, c'est très important et c'est très enrichissant. Donc on va s'alimenter du savoir-faire de la ville de Tiznit pour pouvoir développer nos projets et vice-versa. Et d'ailleurs, je le dis là aujourd'hui officiellement, on attend une délégation de Tiznit très rapidement à Villeneuve pour pouvoir continuer à concrétiser ce partenariat. Merci à vous.